حاجه محروس الكلام عشان ما نقعدش ناخد وند كتير. البضاعه لو ما جاتش عند بكره في الموقع مالكش حاجه عندي، مفهوم؟ والناس اللي شغاله عندي في الموقع دول انا هطلعهم لك بره بايدي، مفهوم؟ دي خلاصه الكلام. لا يابا ماليش انا فيه، البضاعه لازم تيجي لي بكره، انا ماليش فيه. مش هتيجي بكره انت حر، هطلع لك الناس كلها بره ومالكش فلوس عندي. مع السلامه. ايه يا باشمهندس؟ يا عم ده حاجه تقرف يا عم. خير بس في اسمع اما اقول لك. نعم. حاج عوض او الحاج محروس الاثنين دول ما يطلع لهمش ولا دفعه من غير اذني، من غير ما امضي لك عليها وبايميل رسمي. بس في فاتوره اتصرفت امبارح باذن. انهي فاتوره يا حبيبي؟ انت مكلمني وقايل لي ان في فاتوره ولا ليه ان شاء الله؟ انت مش محاسب الموقع؟ ماشي بس ازاي تطلع حاجه من غير اذني انا؟ لا انا خدت تصريح. لا يا حبيبي ماليش فيه. تصريح ايه ولا التليفون؟ التليفون ده ما يلزمنيش. انت اللي تشيل الفاتوره يا حبيبي. ماشي بس انت كلمني في تليفون وقلت لي اشيل الفاتوره. ما دام مفيش ايميل رسمي يبقى مفيش حاجه. ماليش فيه. انت بقى شيلها، انا ماليش دعوه يا حبيبي. يعني انا اللي اشيلها؟ انت اللي تشيلها يا حبيبي. ان شاء الله. انا مين اللي واقف على الباب ده؟ تعال. اهلا، انا المهندس يوسف، المهندس المعماري اللي صمم المشروع اللي انت شايفه. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اتفضل يا بيه. اتفضل. تشرب ايه؟ هات لي واحد فرابتشينو. نعم؟ كابتشينو؟ فندم؟ خليها تركش كوب. تركش؟ زود البيض من تلعب. زنجير؟ يس سير. اكس سليماني لك يوم. شوجر نيدالو بادجيت نيسا ماشي جيه؟ جد لك يوم. اوكي سير. اهلا وسهلا باشمهندس. اهلا. اتفضل. تحية. انا كنت جاي لك بخصوص التصميم اللي احنا عاملينه في مكتب مهندس الغزاله. شوف احنا كمهندسين معماريين طبعا انت عارف ان احنا تعبنا جدا عقبال ما خلصنا الفينشنج بتاع التصميم الله يعينكم. فاحنا كان في مجموعه من الكنب اللي طالبينهم من هولندا بمقاسات معينه. مظبوط. بس عندنا اسبوع. بالظبط كده زي ما انت عارف. بس عندنا هنا كنبه وحيده، هنا كنبه واحده بس هي اللي معترضه مع خط الفورسيلينج في المقاسات. فاحنا محتاجين نقص 12 سنتي ونص من العمود عشان الكنبه تكون مناسبة وتمشي مع حد الفول سيلينج بالظبط. والنبي. والله العظيم وتكون حياة زي الفل يعني. الحياة زي الفل. الحياة زي الفل. أنا عمود ده؟ أول عمود ده عايزين نقصه. ما هو يوم جاي من جنبه. ها قلت إيه؟ يا عم بلا شاي بلا نيلة اتكل على الله. نشوف أم يوم الأسود ده. عمود عرضه 20. وانت عايز تقص منه 12 ونص عشان الكنبه تمشي مع الفول سيلينج صح؟ هو يوم مش باين من اوله. استنى على الشقه.